بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم الرواحل، ونقف بحول الله عز وجل في حلقتنا هذه مع شيء جليل جميل من حياة الرواحل، ألا وهو الحياة مع القرآن الكريم. بعد أن تحدثنا كثيرا عن أشياء مهمة في حياة الرواحل، نقف بحول الله في حلقتنا اليوم مع القرآن الكريم كجزء صميم من حياة الرواحل. هذا الكتاب العظيم القرآن الذي هو كلام الله، نعم إنك تسمع كلام الله عز وجل عندما تقرأ القرآن الكريم، بل ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك أن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، أي أنك أيها الإنسان بينك وبين الله عز وجل حبل غيبي ممدود من السماء بتقل السماء وعظمة رب السماء إلى الأرض لكي تسترشد به في طريق الخير والنور والهداية. والحقيقة أنه لا سعادة لإنسان اليوم إلا بالعودة إلى هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، ذلك أن القرآن الكريم يحمل بين ثناياه أسرار هذا الوجود، فالله عز وجل هو الذي خلق الكون، والمعلوم أن كل خالق لشيء، يعني اللي صنع شي حاجة ولا ابتكر، يكون أعلم وأدرى بها. مثلا إنسان صنع تلفاز أو هاتف، فهو الذي يعطيك الدليل العملي للتعامل مع هذا الجهاز، وكذلك هذا الكون وهذا الإنسان إنما خالقه هو الرحيم الرحمن، فكان كتابه الذي هو القرآن الكريم فهرسا مكتوبا لهذا الوجود. نعم، في ثنايا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم قصة الماضي والحاضر والمستقبل، فيه حقيقة النفس وحقيقة الإنسان وحقيقة التاريخ، فيه كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر سيدنا علي عن شيء سيحدث في تاريخ أمة الإسلام، فيقول له هو بأبي وأمي: ألا إنها ستكون فتن، أي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كثيرة. سأل سيدنا علي الرسول صلى الله عليه وسلم: فالمخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى، يعني القرآن الكريم، فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من ابتغى العزة في غيره أدله الله، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تواترت الآيات والأحاديث في التنبيه إلى عظمة هذا الكتاب وجليل قدره وفضله وعظمته عند الله عز وجل. فالقرآن الكريم هو سبيل النجاة ولا كأي سبيل. نعم يا رعاكم الله، نعم يا معاشر الرواحل، حديثي إليكم حديث القلب إلى القلب. ما أحوجنا اليوم في ظل ما نعيشه من اضطرابات وقلق وحزن أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، نطلب منه النور، نطلب منه السعادة، نطلب منه السرور. وانظروا يا رعاكم الله إلى قول الله عز وجل وهو يختصر هذه العلاقة النورانية بينك أيها المسلم وبين القرآن. يقول الله عز وجل في بلاغ قرآني جليل جميل عظيم: الله نور السماوات والأرض. نعم، ما أحوجنا إلى النور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي حفرة صغيرة في حائط، وهي اللي كيديروها المغاربة، يعني كيديروا حفرة في الحيط باش يديروا فيها الفتيلة ديال الضوء. كمشكات في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إنه قلب المؤمن عندما يتقد بالقرآن الكريم نور على نور، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فهي قرآنية محمدية على صراط الله المستقيم، نور على نور. وما أحوجنا في زمان الظلمات إلى نور القرآن ونور الهداية والرشاد، فلا نور ولا استنارة إلا بهذا الكتاب. حسبنا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فكيف السبيل لكي نكون من أهل القرآن. إذا كان هذا القرآن بكل هذا النور وهذا الجلال وهذا الجمال،
فكيف السبيل إلى أن نكون من أهل القرآن الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أهل القرآن أهل الله وخاصته، وإن لله أهلين من الأرض؟ قيل: من هم؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أنا وأنت يمكن أن نكون من أهل الله، نسب بيننا وبين الله عز وجل ولا يتحصل إلا بالقرآن الكريم. ولكي نقف على سبيل التحقق بهذا المقام، مقام الأهلية للقرآن، فإن لنا في كتاب الله الدليل والمرشد، فها هو ربنا يختصر لنا سبيل التعامل مع القرآن، بل قل إن شئت يختصر لنا ما لأجله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو الذي بعث، أي بعث من الله بأمر الله وبإذن الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهو بأبي وأمي منا، يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، بل كان في غاية التواضع والرحمة بما تخلق به من أخلاق القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إنه منهاج شامل في التعامل مع القرآن الكريم، لكي أكون أنا وأنت على ذنوبنا وحاجاتنا وفقرنا وذلتنا نكون من أهل القرآن ونكون من أهل الله الرحيم الرحمن. فالأمر الأول هو التلاوة، والتلاوة بركة كلها، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك ويخبرني، وقد نكون هاجرين للقرآن، فيقول هو صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف واحد، فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني بكل حرف تقرأه من القرآن تحصل على كنوز من الحسنات. فأنت عندما تقرأ الفاتحة تحصل على آلاف مؤلفة من الحسنات، أفلا نكون ممن يقرؤون القرآن؟ بل إن في تلاوة القرآن شفاء ودواء وراحة وسكينة وطمأنينة، لذلك حرصا من النبي صلى الله عليه وسلم علينا حتى لا تتفرق بنا السبل، قال: هو بأبي وأمي من لم يقرأ القرآن في شهر، أي يختمه تلاوة، فقد هجره، ليصدق فيه قول الله عز وجل من شكوى النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لذلك لو تأملنا قراءة القرآن لن تتطلب منا شيئا كثيرا، في برنامجنا اليومي نحن الرواحل، فأنت ستقرأ حزبا من القرآن أو حزبا لكي تختم في شهر، لن تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة، والله إننا لنضيع هذه النصف ساعة، 30 دقيقة في النهار ممكن نتفرج فيها مباراة كرة القدم، ممكن نجلس نجمع مع أصحابي في القهوة، والأولى أن أقرأ القرآن وأحصل على كل هذه الأجور المضاعفة، حسنات تتراكم تتراكم تتراكم، ثم هناك السعادة التي نصبها الله في تلاوة هذا القرآن الكريم. الإنسان ربما يمشي يتفرج فيلم ولا يسمع واحد الأغنية، وهذا إذا يعني ما كانش في محرمات ما في حرج، لكن وهو يبحث عن السعادة في كل هذا، أفلا نجرب قراءة القرآن؟ ربما نجد تلك السعادة التي طالما بحثنا عنها، وربما نستغني بالقرآن عن غيره من الأشياء، وربما يدخل علينا من الطمأنينة والسكينة ما لا نعلم له سبيلا. إذن بعد هذه التلاوة هناك الواجب الثاني في حق القرآن، وهو التزكية، ويزكيهم. والتزكية هي أن تطهر نفسك من الرذائل وتلبسها لباس الفضائل، يعني تزول الأخلاق السيئة، الكذوب، الغيبة، النميمة، نهضروا في الناس، وتحليها بالأخلاق الطيبة، الصدق، الأمانة، الوفاء، الإخلاص، تطيع الوالدين ديالك، تدير الخير في الناس، هذا هو الواجب الذي يلزمك به القرآن. فالقرآن ليس كتابا للقراءة كغيره من الكتب، ولكنه كتاب يقرأ ليعمل به. وانظروا إلى أمنا عائشة، هذه السيدة الفاضلة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصفات اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كيتصف بها، شنو قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض. أنا وأنت وجميع المسلمين إذا قرأنا القرآن تلوناه وحاولنا أن نعمل به، فسنكون مصاحف تمشي على الأرض بحول الله عز وجل. ثم بعد أن نقرأ القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن، يأتي الواجب الثالث، هو أن نتعلم الحكمة. والحكمة اسم جامع لكل ما فيه مصلحة الإنسان، فدراستك للفيزياء حكمة، ودراستك لعلم الفلسفة حكمة، ودراستك لعلم التاريخ حكمة،
لكن ما المقصد من ربط هذا التعلم للحكمة بالقرآن الكريم؟ ذلك أن الإنسان إذا لم يضع لنفسه ضوابط منهاجية في التعامل مع العلوم قد تشطح به هذه العلوم وقد تتأدى به إلى ما فيه ضرره. مثال بسيط، الفيزياء النووية أعطتنا القنبلة الذرية، وانظر إلى إيزنهاور، قال صنعت القنبلة الذرية ثم تقيأت. تعلم الحكمة على وزان قراءة القرآن ما الذي يصنع معك؟ فتعمل في العلم لكي تخدم الإنسان، فأنت عندما تدرس الفيزياء النووية تستعملها للأمور السلمية التي تعود على الإنسان بالنفع. عندما تقرأ علم التاريخ توظفه لخدمة الإنسان ليس لاستغلال الإنسان. عندما تدرس علم الاقتصاد توظفه لما فيه مصلحة الإنسان. وهذا العمق الفلسفي والحضاري للقرآن الكريم لا يستوعبه كثير من الناس، لذلك هو منهاج حياة للرواحل بالقرآن. تلاوة نأخذ بها الأجر، وخلق نصلح به المجتمع، وتعلم للحكمة ننفع به الإنسان. فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهلك وخاصتك، الرواحل حقا وصدقا. إلى لقاء قادم إن شاء الله، طابت لكم الأفراح وكنتم من الله أقرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.